السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سماح دياب ودي قناتي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أقوى وصفة جبارة يا جماعة في إطالة الشعر وإنبات الشعر كمان، يعني مش بيطولوا بس هو البيبي هير اللي مش موجود أو بدأ يتقصف بيطلع تاني، الشعر اللي وقع كتير بإذن الله هيطلع تاني. الوصفة جبارة، بعد تجربة يعني بقالي بتاع 4 شهور أو 5 شهور بعملها، وبجد بجد كانت نتيجة مبهرة يعني بعد استخدام حاجات كتير جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو وكومنت قولوا لي رأيكم في الوصفة ان شاء الله بس لما تجربوها. اولا انا كان شعري بيتساقط بشكل مريب جدا، كان عندي انيميا. طبعا يعني من اسباب تساقط الشعر لازم نعرف اللي جوه الجسم ايه، يعني لو انا ما فيش انيميا وجسمي كويس مفهوم مش بعاني من اي حاجة فخلاص ممكن يكون الشعر ضعف، يعني في الشعر ضعيف لكن في انيميا يبقى تتعالج. يعني في ناس بيقعدوا يعالجوا من بره بس كريمات وسيرامات وكده، بس الاساس الارض بايظه، يعني زي ما بنجيب زرعه كده ونرش على الورق ميه هي هتموت، لازم الارض او لازم التربه تبقى خصبه، لازم نسقيها ميه، لازم نحط لها فيتامينات في قلب الميه عشان الزرعه ده مثلا يعني تطلع كويسه وكده. نفس الحكايه الشعر، نفس الحكايه البشره، فاحنا لازم نشوف الجسم من جوه هو محتاج ايه. المهم انا كان عندي انيميا وكده وعالجتها تمام، ف يعني وقتها كان انيميا ونفسيه وحاجات كتير كده فوق بعض خلت الشعر كان بيقع بطوله بشكل وحش، تقصيف وجفاف، وانا فتله شعري اصلا عاديه يعني كويس. المهم استخدمت حاجات كتير مفيش حاجة جابت مفعول. لما بدأت أعالج الأنيميا وباخد فيتامين سي عشان أقوي جهاز المناعة بدأ شعري يوقف التساقط، بدأ يوقف التقصيف واحدة واحدة، بس البيبي هير عندي كان متقصف جدا، شعري بدأ يخف جدا من قدام. المهم رحت عملت الوصفة دي، كانت واحدة تقريبا مغربية أو شامية كانت اتكلمت عنها على اليوتيوب. زيت زيتون، أي زيت زيتون حطيت فيه روزماري ما يكونش جاف ولا يعني روزماري فريش، بناخده نغسله كويس وننشفه، ممكن نسيبه يوم بره التلاجة وبعد كده بنبدأ نحطه مع زيت الزيتون، يعني 4 أو 5 أعواد روزماري مش مجفف مش ناشف خالص ولا طازة جدا اللي هو فيه المية بتاعته، مع 4 فصوص ثوم و4 مسامير اللي هو القرنفل تمام. وحطيته في كيس اسود وحطيته في مكان مقفول 21 يوم، بس كل فترة يعني بطلعه وبأركه كده وبستخدمه بقى بعد كده بعد 21 يوم، بعمل منه حمام زيت لمدة ساعة لأكتر يعني، أو من أول 20 دقيقة كمان، بدلك بمعلقتين كبار منه، بدلك فروة الراس كويس جدا، وبعد كده بغطيه بكيس بلاستيك. بجد يا جماعة من تالت رابع مرة حاسة ان الشعر تقل بشكل ملحوظ جدا والله، يعني ده بيبان في غسيل الشعر، الشعر تقل في ايدي جدا ما شاء الله تبارك الله. بعد كده لقيت البيبي هير بدأ يطلع، لقيت شعري من قدام بدأ يتقل، فطبعا هو الريحة مش كويسة خالص ماشي. فالافضل كمان ان الشامبو، حتى لو شامبو جونسون للاطفال، بحط عليه معلقتين للازازة كاملة، بحط عليه معلقتين كبار من القهوة المطحونة بن، يعني قهوة مطحونة، وبغسل وبرجه برضو. بعد كده بعد ما بعمل حمام زيت بغسل بالشامبو اللي فيه القهوة، بعد كده برجع اغسل بالشامبو العادي. غسيل الشعر بالشامبو بيبقى على فروة الراس بس، مش كل الشعر، هو اوريدي هينزل على الشعر، بس كتر غسيل الشعر بالشامبو وكتر النظافة يا جماعة الأوفر أو الاعتناء الأوفر بالشيء اللي هو زي ما بيقولوا كده إيه، اللي بيزيد عن حده بيتقلب لضده، ما ينفعش، هيخلي الشعر يفقد الزيوت الطبيعية اللي فيه ويجف جدا تمام. النتيجة كانت مبهرة، وأنا كنت عارفة يعني من دكتور زمان كان صيني أو حاجة اتكلم عن زيت الثوم مع زيت البصل لإنبات الشعر، كان بيحط مقدار معلقة لمعلقة،
فطبعا هنا بقى زيت توم عندنا ريحته توم خالص يعني، فزيت توم طبيعي احنا عملناه مع الروز ماري. وعلى فكرة الروز ماري برضو كنا بنعمل منه بخاخ اللي هو بنغليه مع القرنفل ونرشه على الشعر، كويس جدا في انه بيعيد او بيزود مادة الميلانين للشعر اللي هو بيعالج الشيب، تمام. بس يعني فهو الروزماري ليه فوائد فظيعة جدا بالذات للشعر. المهم عشان ما نطولش في الفيديو اكتر من كده، لازم نعرف شعرنا ضعيف من ايه، دي اول حاجة. بعد كده حمامات الزيت، تاني حاجة او تالت حاجة الشامبو ما يتحطش على الشعر كله، الشامبو بيتحط على فروة الراس، والبلسم بيتحط على اطراف الشعر، تمام، عشان ما يعملش قشرة دهنية لو وصل لفروة الراس. دي حاجات انا لما بدأت اتجنبها مع حمام الزيت، لا حسيت بفرق ما شاء الله في بعد تالت او رابع مرة، الحمد لله ما بقتش اعاني من كل ده بفضل الله. الوصفة مقدار من زيت الزيتون زي ازازة كده او اكتر، بنحط فيه من 2 لـ4 اعواد روزماري، ما يكونش طري يعني، ما يكونش فريش قوي بميته وما يكونش جاف. وعليه 3 أو 4 فصوص ثوم و3 أو 4 مسامير اللي هو القرنفل، يتحط في مكان غامق او يتحط في كيس غامق ويتحط في مكان مغلق او مظلم لمدة 21 يوم، بيتقلب كده، وبناخد منه بعد كده نعمل حمام زيت مرتين في الاسبوع على حسب الحالة طبعا، من مرة لمرتين في الاسبوع بالكتير. ويتغسل الشعر بعد كده، يعني اول ما بغسله بالشامبو بالقهوة وبعد كده برجع اغسله بشامبو عادي مع بلسم على الاطراف، لا ما بيبقاش فيه اي ريحة، بس حرفيا يا جماعة من تالت رابع استخدام هتحسوا بفرق فظيع. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتدعوا لي دعوة حلوة. السلام عليكم ورحمة الله.